السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معكم عبد الله من اللجنة البارالمبية البحرينية. عندنا لايف رقم 3 على حساب اللجنة، اللايف اللي متعودين عليه من اسبوعين كل خميس الساعة 11 الصبح. اليوم عندنا بطلة وبطل نستضيفهم معانا، بطل البارالمبي في ألعاب القوة أحمد جعفر والبطلة البارالمبية ماجدة سعد. طبعا البطلة ماجدة سعد في رياضة المعاقين مما كانت في الصف الثالث إعدادي، وهي الآن عمرها 21 سنة. البطلة كان آخر إنجاز لها بطولة المرأة في الكويت. هذه نبذة بسيطة كانت عن أول ضيف معنا في اللايف. حياك الله ماجدة معنا في اللايف. السلام عليكم أختي ماجدة. وعليكم السلام، كيف حالك؟ عساك بخير إن شاء الله. والله الحمد لله بخير إن شاء الله. الصوت واضح؟ إيه كل شيء واضح الحمد لله. طبعا نفس ما عرفنا المتابعين إن البطلة ماجدة هي بطلة بدأت الرياضة منذ أن كانت في المرحلة الإعدادية، وللآن مواصلة وعندها إنجاز واللي هو بطولة المرأة للكويت. أختي ماجدة، ممكن تتحدثين عن بداياتك في الرياضة؟ يعني متى انضميتي وكيف انضميتي لاتحاد رياضة المعاقين في مملكة البحرين؟ أنا شو اسمه ما كنت أدري بالبداية إنه في رياضة هني وحق المعاقين. شو اسمه في أيام المدرسة خذونا رحلة حق النادي، ومن هناك أعطوني ورقة وقالوا شو اسمه يبون إني أسجل إني أكون واحدة من اللاعبين اللي في النادي، وكلمهم أهلي من بعدها سجلت. ما شاء الله، يعني أنت نقول سجلتي عن طريق المدرسة في رحلة مدرسية للتعرف على الاتحاد ورياضة المعاقين. أختي ماجدة، طبعا أكيد بما أننا ما كنت تعرفين أن موجود رياضة المعاقين موجودة في مملكة البحرين، فانطباعك الأول لما انضميتي للاتحاد وشفتي إخوانك من ذوي الإعاقة، يعني المتعددين الإعاقات، شنو كانت انطباعك وشلون خذاك هذا الشيء؟ في البداية الشخص يكون متوتر، يعني أول مرة يشوف أشياء يعني ما شافها من قبل، لأنه أنا ما كنت أشوف، بس يعني تأقلمت بسرعة لأنه شفت أنه في أشياء غير الأمراض اللي أنا فيني موجودة بغيري، ويمكن في ناس أزيد، فالحمد لله تقبلت بسرعة، ما كان صعب الشيء. الحمد لله رب العالمين، وانت ما شاء الله بطلة الحين، ونقول نجمة الاتحاد، بعد نجمة من نجوم الاتحاد. اختي ماجد، احنا قبل قليل قلنا ان انت حققتي بطولة الكويت للمرأة، كنت من الوفد البحريني اللي راح الكويت لبطولة المرأة. ممكن تتحدثين عن هذا الانجاز الفريد من نوعه اللي حققته، واعتقد كان اول انجاز لك كبطولة مرأة، وانت اعتقد اللاعب الوحيد اللي في الفئة موجودة في الاتحاد. اي صح، شو اسمه شاركت في بطولة المرأة كانت في الكويت، والحمد لله حققت على ميداليتين هم الفضة المركز الثاني. ما توقعت في البداية لأنه في بعد وايد بنات من فئتي، والحمد لله يعني كانت صدمة لي تو بداية، وحصلت وإن شاء الله المرات الجاية أحصل أكثر وأحقق إنجازات تتشرف فيها البحرين إن شاء الله. ان شاء الله احنا فخورين فيك اختي ماجده. ماجده، ممكن احنا يعني نعرف انت لاعبه العاب قوه، لكن ممكن تعطينا نبذه بسيطه عن فئتك؟ مثلا احنا عارفين ان انت قصر القامه، ممكن تعطينا نبذه عن الفئه والالعاب اللي تلعبينها واللي لعبتيها في بطوله الكويت للمراه الخليجيه؟ لا انا عندي 3 العاب، هي دفع القله والشسمه والقرص والرمح.
وش اسمه، وحققت انا انجاز في الرمح والقرص. ما شاء الله، يعني حققتي في لعبتين، ايه وإن شاء الله المرة القادمة في دفع الجلة. مجد أنت بطلة ناشئة، وإحنا كلجنة بارالمبية يعني نحاول وبقدر المستطاع ندعمكم كل الدعم اللي تحتاجونه، وإن شاء الله نشوفك من أبطال العالم بإذن الله في المستقبل، ونشوفك بطلة من البطلات المشاركين في بطولة البحرين، في البطولة الآسيوية للشباب اللي بتقام في مملكة البحرين بإذن الله. أختي ماجدة، في يعني احنا نقول انت ما شاء الله عندك صاحبة إرادة وعزيمة. احنا في كل لايف متعودين ان اي احد نستضيفه نقول له ما هي الرسالة التي توجهها للمجتمع، فممكن تعطينا الرسالة اللي تبين توصلينها للمجتمع؟ ان ابي اوصل للمجتمع انه ما في شيء صعب، ولا تقول انه انا شنو، انا من فئة انه ضعيفة وما اقدر اسوي شيء. لا بالعكس، انت ما صرت بذي الشيء الا انت قوي وتقدر، وتقدر تصبر وتقدر تنجز احسن من الشخص اللي يكون ما عنده اي مرض او اعاقة. يعني انت شخص خلك قوي من دايم، ولا تقول انه انا ضعيف وانا ما اقدر. لا تخلي شيء او حاجز يمنعك توصل لاهدافك. المرض والاعاقة ذي ما كانت تشسم عائق للشخص، بالعكس جت ذي الفرصة بحياته انه يبين اهدافه، يبين طموحه، انه ما يقعد يستمر بحياته، ما يوقف. رسالة صحيحة جميلة، وحقيقة يعني احنا نشعر بكم، ونحن نعلم ان انتم ابطال، واحنا موجودين عشانكم ولدعمكم، هذه اللجنة لكم وانتم منها. فكل الشكر والتقدير للبطلة ماجدة سعد، بطلة العاب القوى البارالمبية. شكرا اختي ماجدة، نلتقي ان شاء الله في حلقات قادمة. إن شاء الله. طبعا أكملنا الحديث مع ضيفتنا ماجدة سعد، البطلة البارالمبية في ألعاب القوى، بطلة بطولة المرأة الخليجية في آخر نسخة في لعبة رمي الرمح والقرص، جابت البرونزية. طبعا البطل الثاني اللي إن شاء الله راح نستضيفه معنا اليوم في حلقة اليوم هو البطل أحمد جعفر، بس انا ما قاعد اشوف حساب احمد هني، فخلونا نشوف احمد ان شاء الله. طبعا بنعطيكم نبذة بسيطة عن احمد جعفر. من هو احمد جعفر؟ احمد حياك اللايف. شكرا. طبعا احمد جعفر هو لاعب بارالمبي، بدأ الرياضة بشكل عام في عام 2009، لكن انضم إلى الاتحاد البحريني للرياضة ذوي الإعاقة في عام 2010، نهاية 2010، خلينا نقول تقريبا 2011، بمعنى أن اليوم أكمل أحمد جعفر في الرياضة 10 سنوات كلاعب بارالمبي. البطل أحمد جعفر محقق برونزية الخليج لكرة السلة مع منتخب البحرين لكرة السلة، ايضا محقق في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لعام 2018 برونزية، وعنده العديد من الانجازات، واخر انجاز كان لاحمد مشاركته في بطولة الالعاب الاسيوية في جاكرتا 2018. هذه كانت نبذة عن احمد، بس ننتظر احمد ان شاء الله يكون معنا في اللايف حتى نتناقش معاه عن انجازاته وعن رياضته. قاعد شوف أحمد جعفر، أحمد جعفر وصل، حياك الله يا أحمد. أحمد بس أطلب ريكويست على أساس السلام عليكم أخوي أحمد، يا هلا، شلونك؟ عساك بخير. الله يخليك حبيبي، شو اخبارك؟ صح طيب، الله يسلمك، صوتي واضح إن شاء الله، كل شيء واضح. كل شيء واضح، تفضل. الله يخليك.
طبعا نفس ما قلنا احمد بطل بارالمبي في لعبة كرة السلة، وبطل بارالمبي ايضا في العاب القوى. احمد، احنا ذكرنا ان انت انضميت في رياضة المعاقين بشكل عام في عام 2009، وانخرط في الاتحاد البحريني للرياضة ذوي الإعاقة في عام 2010 او 2011. اخوي احمد، بداياتك ممكن تتحدث؟ هل انت كنت في نفس الالعاب اللي انت حاليا فيها، او بديت في ألعاب أخرى؟ فإحنا حابين نعرف بداياتك في مجال الرياضة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على المقابلة هذه وأصبها على الموجودين ومشكورين على المقابلة هذه مرة ثانية. بالنسبة للبدايات اللي بديت فيها، بديت في كرة السلة، بديت في مركز الحراك الدولي لذوي الإعاقة، وبعد من بعدها يعني طبعا خذيت الأساسيات وكنت ألعب بشكل تقدر تقول إنه متقطع بسبب انه ما في لاعبين كفاية هناك، فكنت ألعب بشكل فردي بس مجرد أمارس مهارات معينة. بعدين انتقلت للاتحاد، ومن انتقلت للاتحاد طبعا كل الأمور تغيرت، لأن في لاعبين مستويات أعلى ومتمرسين باللعبة أكثر ومن سنين طويلة، فحسيت أن هذه التجربة يعني بتكون تجربة حقيقية، أن اللاعب نفسه يختبر مهاراته ويختبر قدراته ويختبر نفسه بوجود لاعبين على مستوى أعلى. والحمد لله رب العالمين قدرت أن يعني أندمج مع اللاعبين بشكل أسرع، بحكم أن في بعضهم عندي فيهم علاقة قبل حتى الاتحاد، والحمد لله رب العالمين هذا اللي خلاني بسرعة أندمج وياهم. يعني انت احمد جعفر بدأ رياضة المعاقين بالعاب بكرة السلة عفوا. أي نعم. طبعا احمد، لكن انت اتجهت ايضا للعاب القوة، وانت بطل في العاب القوة وشاركت في البطولة الآسيوية لعام 2019 في جاكرتا. اخوي احمد، قبل ان ننتقل لاخر انجاز لك، حابين نعرف اول انجاز انت حققته في لعبة كرة السلة ولعبة العاب القوة. أول إنجاز حققته في كرة السلة أني حصلت على طلعة الخليج في بطولة أبو ظبي في 2016. الحمد لله رب العالمين، هاي طبعا مو بجهدي بس، بروحي، بجهد اللاعبين، بجهد الكابتن، بجهد الإدارة ككل. هذا الشيء اللي ساعدنا، اللي خلانا نحن ندش البطولة جاهزين ونكون مركزين على أن نحن نرجع بمركز من الثلاث الأوائل، وكنا نتمنى طبعا نطلع أفضل من الثالث، ولكن هذا يعني هذا الله كتبه المرة، أو بالأحرى المرات السابقة، وإن شاء الله المرات القادمة تكون نتائجنا أفضل من اللي راح. بالنسبة لألعاب القوى، تأهلت لبطولة جاكرتا مثل ما تفضلت، وقبل ما تأهلت لبطولة الشارقة، سوري، إلى جاكرتا، كانت عندي بطولة الشارقة وبطولة فزاع دوليتين كانوا ورا بعض، والحمد لله رب العالمين اللي قدرت إني أوصل لهالبطولتين وأشارك فيهم، وحققت في بطولة فزاع مركز الثالث ورقم جديد، وفي بطولة الشارقة بعد كسرت رقمي اللي في الفزاع ورقمي الشخصي اللي في البحرين، وهذا اللي خلاني يعني حسن أرقامي وتأهلي لبطولة جاكرتا. بطولة جاكرتا كانت يعني شو أقول لك، منافساتها قوية بحكم أن في لاعبين في فئتي من أبطال العالم، ولكن هذا اللي خلاني أستفيد أني أرجع بفايدة من البطولة هذه، أني احتكيت فيهم، شفتهم شلون يلعبون، شفت تمارينهم، شفت مستوياتهم، شفت عقلياتهم، حتى قعدت أتكلم يعني أتكلم معاهم، وشفت شلون يعني برنامجهم الرياضي كل يوم، شلون يحضرون البطولة، شلون يرشون منافسات. هذا اللي خلاني على أستفيد. ضوء هذه اخوي احمد، سامحني، على ضوء هذه الاشياء احنا لابد ان نذكر ان الرياضه، احنا ربما نشوف في الملعب نتنافس، لكن الرياضه بشكل عام هي العلاقات الجيده، هي التنافس الشريف، هي الصداقه، وهذه
اللي يدل على كلامي المواقف اللي انت عشتها في بطولة آسيا اللي كانت في جاكرتا. أخوي أحمد، طبعا أنا أعطيت نبذة أن أنت لاعب ألعاب قوة، لكن هل يعني تعطينا بشكل مفصل أنت لاعب ألعاب قوة ألعاب كثيرة؟ ممكن تشرح لنا الألعاب اللي أنت متخصص فيها؟ أنا لعبت في البداية 3 ألعاب، الجلة والقص والرمح، ولكن بعد فترة شفت نفسي مميز أكثر في لعبة القص، ومميز أكثر وأكثر في لعبة الجلة، فهذا اللي خلاني يعني أرقامي في الجلة تكون تتحسن أسرع من القص، بحكم أني كنت أجيد أو بالأحرى لحد الآن الحمد لله رب العالمين أجيد تكنيك الجلة نفسها وحبيتها، يعني هذا اللي خلاني أتمرس فيها أكثر وأكثر وأحبها أكثر، ولو كان في أي تخصص في لعبة معينة أكيد راح أختار الجلة، لأن الجلة بالنسبة لي لعبة محببة يعني بالإضافة لكرة السلة. أخوي أحمد طبعا بطل وإنجازات كثيرة، ونتمنى إحنا أكثر وأكثر، وهذا إحنا نقول البدايات إن شاء الله. إن إن شاء الله شاء الله نشوفك بطل بارالمبي في طوكيو في باريس إذا الله أراد. إن شاء الله أخوي أحمد، إحنا في كل ضيف عندنا كل ضيف في الختام نسأله عن رسالة أو رسالة بيوجهها للمجتمع عن طريق حساب اللجنة البارالمبية البحرينية. أخوي أحمد، ما هي الرسالة التي تود أنك ترسلها للمجتمع؟ الرسالة اللي حاب أوصلها للمجتمع أن أي شخص أو أي عائلة أو عنده مثلا شخص من أهله أو من معارفه من ذوي الإعاقة يحاول أنه يشجعه، يحاول أنه يطلعه من جو الوحدانية والعزلة، ويطلعه إلى المجتمع ويراوي المجتمع أن هذا الشخص هو مثله من الأشخاص، ترى قادرين انهم يسوون المستحيل وقادرين يسوون كل الامور اللي ما يتخيلونها صعبة عليهم، وثقوا فيهم وثقتكم فيهم بتعزز امكانياتهم وبتخليهم ناجحين يوم بعد يوم، ولو ما ثقتكم فيهم مستحيل ان يكونون يوم من الايام اشخاص ناجحين، ولازم طبعا كل شخص منهم يكون واثق في نفسه قبل ما الناس توثق فيه علشان يقدر انه ينجح. مشكور أخوي أحمد على هذه الرسالة، مشكور على هذه المقابلة، وإحنا موجودين في اللجنة البارالمبية لدعمكم ولدعم الاتحادات التي تتشرف يعني الاعتناء بكم بدعمكم وتشجيعكم. أخوي أحمد، لك كل الشكر والتقدير، ومع السلامة. مشكور، ما قصرت، مشكورين لكل اللجنة البارالمبية وعلى رأسهم أستاذ علي الماجد الشيخ محمد الخليفة، وأخص بالذكر بعد كابتن إيمان ما قصرت وكانت متواصلة وياي، ومشكور ما قصرت أخوي عبد الله على المقابلة حاضرين، البسيطة الخفيفة. إن شاء الله نتمنى أن يعني تكون المقابلات هذه بداية خير وبداية النجاح إن شاء الله. نتمنى للجنة البارالمبية كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لك أخوي أحمد، نلتقي حبيبي في لقاءات قادمة إن شاء الله الله. يكرمك. طبعا هذه كانت حلقة رقم 3 من لايفات اللجنة البارالمبية البحرينية، باستضافة بطلة وبطل من الاتحاد البحريني لذوي الإعاقة، البطلة ماجدة سعد والبطل أحمد جعفر. كل الشكر والتقدير لكم، وأيضا كل الشكر والتقدير للمتابعين الأعزاء على متابعتكم للايفنا وعلى كلماتكم التحفيزية للأبطال. نلقاكم في لايفات قادمة، وشكرا لكم مرة ثانية.